اللهم صل على النبي صل وعليه قلبي بقى
من هالعين ليكم كل الخبار ناديكم الخمر طاسات قوية لحم الخنزير زين طعمه محلاه نطقو ساباتنا مالين المية الخمر ما هو لينا وحنا في سماليه حنا هما صحاب مولاي محمد انت فين غادي في هاد الوطيان قادي هما جيل النبي نسير معاه اللهم صلي على النبي صلي وعليه اللهم صلي عليه من بباغيها اللهم صلي على النبي صلي وعليه اللهم صلي عليه قالوا له يتبع استفادوا دعوة حنا هما صحاب مولاي محمد تقدم داك الشجيع سيدنا عثمان تقدم لك العين سلو دنيه قال له هاك هي الجيفة دي الخبار لله جيش كثير راهو يضرب بيه 70,000 باش جابوا مجرمين سحبوا من كان تبر 20 في الوجود 20 شباب كاملة راح تلقى ما بقى في الشجيع سيدنا ثمان Thank you.
دابا كي صغير ولا تسع سنين واللي يشوفه يقول هذا مش صغير ويدها الألا باش عمر تلخيمة دوسك الألا وقال تليمة أنا هذا الكلام راني ما نقبله صاحبة مش وحدة نمشي ريد مقابل سعيد من الجنة للحور ريد مقابل سعيد في الطرد وان اللهم صلي على النبي صلي وعليه اللهم صلي عليه قلبي باغيها اللهم صلي على النبي صلي ركب سيد العلا على جنوي بابا لبس غير رهيف والجمو قاد درقا بالعبار فيها زوج دراع درقا والسيف من شغل الحداد دفع سيد العلا جيش لا الروم قتل منهم سبعين غير فلان وفلان على قادر كان في زمان العدنان لبس كسوة كلها مرتبن رفضوا ذاك الشجيع سيدنا عثمان وجمع كسوته وحطوا برطاه حبوا قدام شفيع مولاي محمد بكى رسول الله بكى اصحاب معاكم عندكم يا اصحابي لا تقولوا لمو الخبر ما يديه غير علي سيف الاسلام حلف ذاك الإمام سيدنا علي ما يخلي فيهم شكا في القلة اللي شهد مولى وحدة فرسان الغيل رجعوا للمدينة هذه وحدة زوافة وهم الحين قادت لازم سال على ولدي قادت لازم سال على وليدي صديق النبي الله ما جبتي وليدي قال هذا لا من فيك بخبار ولدك سالي عليه سيدنا عمر أصاحب الحق الله ما جبتي وليدي قال هذا لا من فيك بخبار ولدك سالي عليه سيدنا عثمان سيدنا عثمان لا ما شفتي وليدي قال هذا لا من فيك بخبار ولدك سالي عليه حمزة والعباس عمام اللي بزوج هذوك هابو ناس الحياة وناس الجاه ثم بثني الله ما شفت وليدي قالوا لها لا لا من فيك بخبار ولدك سالي علي سيدنا بلال بنور رباح له ما شفت وليدي ابن وحدة ما عوده ما شفتي العلام قال هذا اللعب من فيدك بخبار
ولدك سالي عليه الحزن والحزين. ولاد فاطمة له ما شفت وليدي قالوا لها لا لا ما نجيبوك بخبار ولدك سالي عليه عادي زيت الله ولدك سالي عليه ابن عم الرسول او سيدنا علي له ما شفت وليدي قالها لا لا ما نجيبك بخبار ولدك سالي علي شفاء الاسلام رسول الله في دنيا على وليدي رسول الله في دنيا على ولدي رسول الله راح يقليك بدي قال دايم ربي قال دايم ربي thank you.
الناس فيه يا ولادي راني هميل. الناس فيه يا ولادي راني هميل. مش أمي بلاد الغربة مهول بعدنا تحت الهوال يا ضرال حبابي مهول. Yeah.
قلب ديها يشتد وجهها. كفر صلاتك على محمد تربح يا أخي I'm gonna make you mine.